ما زالت جهود فرق الحماية المدنية متواصلة في البحث عن الصياد الذي اختفى عن الأنظار بمنطقة سيدي مروان بمدينة تنس، والذي كان بصدد الصيد رفقة زميله تاركا وراءه لوازمه الخاصة في مكان جلوسه. يرجح أنه سقط في البحر. الشخص ينحدر من بلدية سيدي عكاشة، يبلغ من العمر 51 سنة، إلا أن العوامل الطبيعية من الرياح والأمواج البحر وانعدام الرؤية حالت دون العثور عليه. للإشارة تم تنصيب مركز قيادة عملي في عين المكان، وتم وصول فرق الدعم من الولايات المجاورة ليتم توسيع منطقة البحث ومسح أكبر مساحة ممكنة.